واحد من كبار نجوم كرة القدم في تاريخ مصر والنادي الأهلي والمدير الفني لمنتخب مصر للشباب كابتن ربيع ياسين. مساء الخير يا كابتن ربيع. محمد ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معانا، ومعانا في الاستوديو ضيفنا الكابتن شاكر عبد الفتاح. يا كابتن شاكر، كابتن كبير ومدرب كبير. ازيك يا كابتن ربيع؟ ازيك كابتن، ازي حضرتك؟ عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله بخير، ربنا يخليك. كله كويس الحمد لله، ربنا يطمن عليك. كابتن ربيع، رايك ايه بمنتهى الصراحه فنيا في منتخبنا خلال مشواره في البطوله وصولا الى دور ال 16، وتحديدا في مباراتنا امس امام جنوب افريقيا والخروج المبكر من البطوله في دور ال 16؟ لا هو حضرتك بالنسبه لفرقتنا اساسا في كل الجوانب الفنيه بتاعت الكوره مش موجوده. يعني خد حضرتك على المستوى البدني والمهاري والخبره، ما شفناش اي تطوير، ما شفناش اي بناء، ما شفناش اي فلسفه، ما شفناش اي تجانس، ما شفناش تفاهم. لا الدنيا عندنا، ولما لعبنا ماتش كرة افريقيا بنت فرقه منظمه جدا، عندها تقارب خطوط، عندها فرديات، عندها على المستوى في تطوير غير في نهاية الهجمه، كشفنا محمد يعني الجانب الفني كنا بنفتقره تماما. والقدرات انا منتظر، هي قدرات واحد ضد واحد و11 ضد 11، فالقدرات في القدرات الفنيه بتاعتها كانت محدوده جدا جدا جدا. مش ده منتخب مصر، ده الجيل اللي كنا نامل ان يقدم كوره كويسه. احنا طبعا كنا في ظهر المنتخب ونقول الماتش اللي جاي هيبقى احسن ماتش وبنكسب وعلامه كامله، بس في اداء في بعاد جدا من كل البعد عن الاداء اللي كنا منتظرينه من هذا المنتخب. فانا اعتقد ان فنيا منتخبنا قدم بطوله ضعيفه جدا جدا يا استاذ محمد. كابتن ربيع، ايه امتى ممكن ننتهي او نتخلص من عقده الخواجه في اختيار المدير الفني لمنتخبنا الوطني الاول، واحترام تاريخنا وكل ما لدينا في جعبتنا من نجاحات في تاريخ الكره المصريه كلها مع منتخبنا الاول مع مدربين او مع مدير فني مصري؟ ليه ما بنستفدش من التجارب السابقه ونتعلم من الدروس اللي بناخدها مع كل مقلب جديد بيتسبب فيه مدرب قليل جدا فنيا او ضعيف جدا فنيا عقد معاه بمبالغ ضخمه مبالغ فيها لا يستحقها؟ لان يا استاذ محمد لازم يبقى في لجنه كبيره على اعلى مستوى، اللجنه دي تضم نجوم كبار، تضم اعلام، تضم ناس مثقفين. اختيار المدير الفني لمنتخب مصر ما ينفعش يا استاذ محمد يا كابتن ان واحد بس هو اللي يقول لا. احنا في افريقيا اللاعب المصري له مواصفات، محتاج مدرب معين بالمواصفات اللي احنا عاوزينها وتنجح معانا زي ما نجح في الاهلي ونجح في الزمالك. في مدربين مش اي حد يجي مصر ينجح معانا، مش اي حد ينجح مع الماتشات الافريقيه او افريقيا عموما. فاحنا محتاجين لجنه كبيره على اعلى مستوى تختار بدقه وبعنايه فائقه مدرب. المدرب ما ينفعش واحد ياخد قرار في مدرب خالص يا كابتن محمد، يعني دي اقل حاجه. انك عندك نجوم كبار ما شاء الله، عندك ناس تختار، لان المدربين الكبار موجودين وافريقيا مليانه ما شاء الله، فبعنايه فائقه غير عاديه. يعني هل حضرتك بتتفق مع كابتن شاكر عبد الفتاح انه قال في امر مهم جدا في اصلاح امور الكوره في مصر، انه نبدا بان يكون في لجنه فنيه مميزه او لجنه حقيقيه كلامها بيعتد بيه وملزم في الجوانب الفنيه لمجلس اداره الاتحاد كله؟ يا استاذ محمد، احنا كابتن صالح سليم الله يرحمه، الماسترو اللي هو الماسترو كان عامل لجنه فنيه، ما كان ممكن لك على صالح سليم، لكن صح لجنه فنيه على مستوى، لجنه فنيه تضم اسماء كبيره جدا، شخصيات عظيمه، ما تخافش الحمد لله عندها الجرأه تاخد قرار للصالح العام. انا اي طبعا مع كلام الكابتن شاكر، لازم تكون لجنه فنيه على اعلى مستوى، والنجوم اللي في مصر ما شاء الله، وفي يعني ما تعمل لجنه من ناس كبيره موجوده الحمد لله على مستوى مصر، مليانه بالنجوم، مصر مليانه بالنادي وبالناس المحترمه، مصر مليانه ما شاء الله. فانا اي طبعا كلام الكابتن شاكر، لازم يكون في لجنه فنيه على اعلى مستوى عشان تختار المدرب القادم لمنتخب مصر بمشيئه الله تعالى. بعيدا عن الاخفاق الفني وخروج منتخبنا طبعا اللي كنا بنتمنى يستمر لاخر يوم في البطوله، حضرتك حابب تقول ايه لكل اللي بيتابعك وبيسمعك دلوقتي عبر شاشه قناه الاهلي عن دور الجمهور في يعني المساهمه والتواجد والتركيز على نجاح البطوله لاخر يوم فيها ان شاء الله؟ البطوله طبعا الجمهور، البطوله رائعه وافتتاح رائع ما شاء الله، وتنظيم رائع، وملاعب ما شاء الله على المستوى، وجمهور انا اقول ان نجم البطوله الاول هو صراحه الجمهور المصري ما شاء الله. وان شاء الله احنا برضه يا استاذ محمد ذكر شاكر، واذا كان ربنا ما قدرش البطوله دي اللي بعدها ان شاء الله تعالى، لان المصريين بيقدموا نموذج رائع كده من الترابط والحب والاحترام والتصرفات،
فان شاء الله باذن الله لو كانش في توفيق البطوله دي يبقى في توفيق البطوله القادمه ان شاء الله. وبشكر كل القائمين على تنظيم هذه البطوله، ان شاء الله يبقى التوفيق القادم في البطوله القادمه باذن الله نكون موفقين وناخذ بالاسباب ونعدل من طريقه ادارتنا الامور كره القدم فنيا تحديدا علشان الامور تتحسن باذن الله ومؤشراتها تبقى ايجابيه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك كابتن ربيع ياسين نجم نادي الاهلي والكره المصريه سابقا والمدير الفني لمنتخب الشباب.